ساعه ما قعدت كل شويه ابص ورايا بحيث اتاقلم على العدد ده عشان ما اتخضش، بس اتخضيت برضو. ف كام سيشن فاتوا ورا بعض كلهم دخلوا في بعض عندي، مش فاكر اي حاجه خالص يعني، ذاكره السمكه اللي في دماغي اتمسحت يعني، نسيت انا كنت هقول ايه اصلا النهارده. فهحاول افتكر معاكم دلوقتي المفروض طالع ليه، انا مين، انا عاوز ايه، انا جاي اقول لكم ايه. ف دايما لما يعني بطلع في تيد اليكس او بطلع في الحاجات دي بطلع فيها كتير يعني، كل ما اطلع على المنصه وكده والاقي ناس كتير قدامي، طبعا دي اول مره تحصل بس هحاول احسس نفسي انها بتحصل كتير. كل ما بطلع حاجه زي ديت بحاول اقول لنفسي يعني انت جاي ليه يعني، اوكي انت بتعمل حاجه كويسه، بتصور او بترسم او ايا كان اللي بتعمله، بس ايه اللي جايبك، ايه اللي جايبك تقوله للناس. فرجعت بذاكره شويه كده لورا لقيت ان انا عملت حاجات كتير جدا بالطريقه دي، انا بني ادم غليظ جدا، اي حاجه بعوز اعملها بعملها، ممكن تكون ملهاش اي علاقه باللي انا اتعلمته قبل كده، بس في حاجه جوايا مخليني عاوز اعملها. يعني انا كنت عاوز اطلع طيار، طبعا الناس هتسالني ليه ما بقتش طيار، فالقصه طويله باختصرها بقول ان انا صحيت متاخر وما بقتش طيار. فدخلت كليه تجاره، واحد كان عاوز يبقى طيار وعارف كل المعلومات عن الطيران، فجأة لنفسه كليه تجاره، فقدامه حاجه من اتنين، ان هو يتحول لكائن كراسه بيقعد يسجل ارقام وحسابات ويحسب، او ان هو ينحرف، او احتمال ثالث طبعا ان هو يدور على سكه اخرى يعني يمشي فيها. فقعدت افكر مع نفسي، قلت انا بحب القرايه، بحب الكتابه، وبحب حاجه اسمها الفن. كنتش عارف بالظبط مفهوم الفن عندي ايه يعني، لكن بحب الفن، بحب شكل جميل الناس تتفرج عليه تحبه، ما اعرفش بقى انا كنت هقدم فيه ايه، بس ابتديت اتعلم الجرافيك، بحب القرايه وبحب الجرافيك، ما لهمش اي علاقه ببعض، بس انا غلس زي ما قلنا من شويه فعاوز اربطهم ببعض. فشغال في مطبعه بصمم جرافيك وبكتب قصص قصيره، طيب معايا مجموعه قرروا ان هم ينزلوا كتاب، فانا هصمم غلاف الكتاب. قشطه جدا، انا بحب الكتب جدا وبحب التصميمات جدا، خلاص انا هصمم اغلفه كتب. اشتغلت في اغلفه الكتب شويه، لقيت ان انا بحتاج صور معينه مثلا اسكندريه او القاهره بستخدمها في اغلفه الكتب اللي انا بعملها، طيب ليه انا ما صورش الصور دي؟ انت غلس قوي يعني، هتعلم التصوير، اتعلمت التصوير. شويه لقيت ان انا بكتب الكلمه بعنوان الكتاب بفونتات الكمبيوتر، طب ما اجرب اكتبها بخط ايدي، ادركت ان انا اصلا بحب الخط العربي جدا، غلس قوي اتعلمت الخط العربي، دخلت مدرسه الخط، بقيت بعمل كل الحاجات دي مع بعض. فانا جاي النهارده ليه بقى؟ جاي النهارده اتكلم عن الصوره حكايه. خط ايدي برضه بالمناسبه. ف يعني ايه الصوره حكايه؟ يعني صوره حدوته. الصوره مش مجرد ان انت تشوفها تعجبك. لا، صوره تعلم فيك. اتفقنا ان احنا جلس. فبوريك صوره انا عاوز اتعلم معاك قوي، عاوزك تفضل فاكرها. فازاي اخليك تفضل فاكرها؟ ان انا ادمجها بالكتابه، ادمجها بحكايه، واحنا شعب بيحب الحواديت جدا، بيحب الحكايه جدا. بيحب الرغي زي ما انا برغي كده. يعني اهلا بكم مسلسلات رمضان جايه، هتشوفوا 70,000 مسلسل في رمضان ان شاء الله. كل المسلسلات اللي انتم ما انتوش حابينها ومش حابين تشوفوها هتعرفوا اخبارها برضو، لان كل الناس هتبقى بتتكلم عنها طول الوقت. يعني انا متخيل ان انا اتقلي في الزيت احسن من ان انا اشوف مسلسل تامر حسني مثلا ادم. لكن غصب عني هعرف كل حاجه عنه، هعرف ان هو كان شاب يا عيني تعبان غلبان في ظروف مصر العصيبه وقاوم امن الدوله ولا والاعلانات الجميله دي، وهعرف كل الاخبار وهلاقيه بقى بيقاوم. يعني نفسي بقى في المسلسل يتذكر لما راح التحرير وبتلبي هناك، بس اعتقد في المسلسل ممكن يقلب، ممكن هو اللي يجري وراهم هناك. فاحنا بنحب الحواديت جدا، فاحنا هنقدم صوره وهنقدم معاها حكايه بحيث ان هي تعلم مع الناس. في الاخر خالص هنوصل لفكره الورك شوب اللي احنا هنشتغل فيها، بس برضو انا بحب ان انا اكون واسع قوي يعني غني شويه، غني ثري بالحاجه اللي بقدمها دي، ان هي حاجه تعيش معاك قوي. يعني ما تضايقوش فكركم في الحاجه اللي انا هقولها دلوقتي او الحاجه اللي انا هعرضها دلوقتي، فكروا في الحاجه اللي انتم ممكن تعملوها مع نفسكم. يعني المفروض ان انا اسال سؤال في الاول طبعا، لان انا كنت محضر كلام اقوله لما طلعت نسيته خالص. مين هنا بيصور او مين بيحب التصوير؟ بيحب التصوير عشان ازود عدد الايادي اللي بتترفع. مين بيحب الكتابه؟ بيحب يقرا. حلو قوي. النهارده بقى احنا جايين عشان نجوز الصور والكتابه مع بعض، هنجوزهم على بعض، الف مبروك. ف هنعرض شويه صور. مين الزرار اللي بيقلب؟ ايوه تاني فين بيرفس؟ حلو. انا بني ادم بدائي جدا على فكره لمعلوماتكم، يعني كل الناس جايبه سلايدز، انتوا سمعتوا الجمله اللي فاتت، انا بني ادم بدائي جدا على فكره. ف النور ماشي، لما تقولي طلعت بره النور اعملوا لي الارم كده.
هنقدم مجموعة من الصور وهنفكر فيها ايه الحكاية اللي موجودة مع الصور دي. واحد، اتنين، حلو قوي ده شغال من بعيد اهو. اتنين، تلاتة. هسيبكم تفكروا معاهم شوية، هما التلاتة. يا ترى البنت دي ايه حكايتها؟ احنا كنا في دار ايتام بنصور بنغطي احتفالية ليهم، فلقيت البنت دي يعني منزوية كده على جنب، فحبيت ان اتكلم معاها واقربها شوية، وتأملت شوية حياتها ممكن تكون عاملة ازاي او ممكن تكون بتفكر في ايه، فصورتها تلات صور ديت. وبعد كده حبيت ان انا اركب عليها كلام، فكتبت الكلام ده. حكايتها في كلمتين: بنت عادية جدا وشها حزين والضحكة خايفة مش عارفة تيجي منين، شوف كام سنة بتسأل انا بأمين، ولا في جواب ولا عارفين، وكما عاشت بتزعل وتلعب وتسأل لسه هتعيش سنين. فكرة الصورة حكاية باختصار ان انت بتعلم مع الناس توصل لهم حاجة مباشرة. انت ممكن توري لهم الصورة يتفرجوا عليها لوحدها، وممكن توري لهم الكتابة لوحدها، بس انت عاوز توصل لهم معنى. في مليون معنى ممكن توصل له الصورة والكتابة مع بعض، يعني معاني سياسية، معاني فنية. اكتر حاجة انتشار دلوقتي ان انت تعمل فيديو على اليوتيوب مثلا وتعرض فيه الفكرة بتاعتك. اكتر حاجة الناس بتشوفها الحاجة اللي بتعلم مع بصرها. الناس ما بقتش بتقرا زي الاول قوي، لكن الحاجة اللي بتشوفها بعينيها بتعلم معاها قوي. فالمفترض ان احنا نفكر مع بعض ازاي نعلم مع الناس وازاي نوصل لهم فكرة من خلال دمج الصورة والكتابة مع بعض. التلات صور اللي فاتوا كانوا تصويري، انا برضو فكرة ان انا عاوز اوسع، ممكن اجيب صور مش تصويرك، ممكن تتعامل مع مصور اخر، انت صاحب الفكرة، انت صاحب الكتابة، انت صاحب التصميم الجرافيكي اللي هيتعمل، وتطلع منها بشكل. اهم حاجة هي ان انت معاك فكرة، معاك اداة، معاك موهبة. ثلاثة دول ممكن يكونوا ثلاث أشخاص بيشتغلوا مع بعض كتيم ورك، ممكن يكون واحد بس يعني تعب نفسه شوية. دول ثلاث صور ملهمش أي علاقة ببعض، بس هنحاول نوجد علاقة بينهم. اتنين قاعدين كابل قاعدين، ورقة شجر، حصل فراق. إيه العلاقة اللي ممكن نوجدها بين الثلاث صور دي؟ لم أكن إلا ورقة شجر اصفرت فانغمست في عزلتها، عجزت أن تظل الحبيبين، كان أكبر من أن تحتويهما وأصغر من أن يغفر لكليهما، فافترقا ولم تبقى على شجرتها. ممكن الحكاية تكون من صور مختلفة، ممكن الحكاية تكون من صورة واحدة. هنا برضو صورة كانت ولد بيجري، حسيت ان هي ملهمة شوية فكتبت عليها الكتابة دي. علموني الجري بدري، اتولدت لقيتني بجري، لا لطريقي لقيت اخر، ولا عن شقايا خدت اجري. مش عارف جبت سيرة الضفادع الاول ولا لا، برضو كان من الحاجات اللي انا مرتب ان انا اقولها، ان انا بحب الضفادع جدا. ممكن الصور اللي نستخدمها تكون صور العاب، صور اشخاص، مليون فكرة ممكن نفكر فيها. ممكن عندك في البيت شوية لعب تعمل منها قصة. فدول لعب ضفدع شايلاه بنت، في يعني شخص أشبه بضفدع آخر. يعني زي ما قلت لكم أنا جالس برضو شوية، أنا مش شايف إن الصورة دي تضحك، أنا يعني شايف إن في شيء كئيب موجود في الصور دي. يعني ضفدعة ولعب، يعني بتتكلم في إيه اللي هيبقى كئيب في كده؟ بس أنا جالس يعني. فرحت كتبت عليها كتابة حزينة شوية. حتى عندما اخضر لوني لم تنتبه وظل يشغلها، كل الأشكال اتخذت وإلى آخر البلاد سافرت، ولم أستطع أن أصير ضفدعها. كلنا بنحب أفلام الكرتون جدا يعني، وأنا مهووس بيها، وما بحبش إن حد يتعامل معاها لأن يعني افلام اطفال، ده بيضايقني جدا يعني. لما الاقي والدي معدي مثلا يشوفني بتفرج على فيلم كرتون يعني مش هتشوف شغلك يعني، ولا انت اللي بتتفرج عليه ده. فساعات كتير بتكون فيها قيم ومعاني في الافلام الكبار نفسها بيبقى صعب ان هي تتقدم. صوره مجنونه شويه. تحبوا شايفينها من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ كان في مدرس ليا وانا صغير كان عمل لي حركه لطيفه كده، رسم لي مربع عباره عن 9 مربعات
عادي جدا زي المربع بتاع اكس او. وقال لي ده كام مربع؟ فكلنا قلنا 9. طلع واحد قال 9 بس في المربع الكبير اللي شاملهم كلهم يبقى 10. واحد غلس برضو طبعا عارفين هو مين، قال له لا في 4 مربعات، كل 4 مربعات بيكونوا مربع، يبقى 4 و4 و1 و9 يبقى 14. وقال لنا انتوا الثلاثه صح، انتوا الثلاث افكار صح. اللي قال لمين الشمال صح واللي قال من الشمال لمين صح، بس المهم لما يجي بقى يطبقها كفكره هيبقى ليها معنى. يعني ده التطور الزمني بتاعه اكيد لما يجي يكتبها هيبقى ليها معنى. فاحنا اسمحوا لي اخدتها من الشمال لليمين. يا قربتي المنفوخه خوف افضي، حتى الحدود بيني وبيني اتكسرت ودخلت انا في بعضي، عطشان لمره احس فيها برضا والاخرتي همضي. إيه هنوصل لحاجه بقى ما كتبتش عليها، بس نوع اخر من فكره صوره حكايه، صور مسلسله بتقول حكايه. فدي صوره بنت بتعلق زينه في مكان ما، واضح ان هي منتظره حد. مش هعلق على الصور كتير يعني، او هعلق، انا رخم فهعلق. فصوره مش عارف ابص هنا ولا هنا. طب انا كده في الضوء ماشي. ويلكم هوم دارلينج، اسمه دارلينج الشخص اللي هي منتظره. دارلينج اتاخر عليها جدا، دارلينج رزل جدا، اوه دارلينج بعد لاحظوا في ضفدعه برضه على التيشيرت، يعني دي من المصادفات الجميله يعني. فهي كاتبه على التيشيرت اتمنى ان هي تكون ضفدعه، معرفش بقى دارلينج يعني هيتعامل ازاي مع الموقف ده. باينه قوي اهو، اي ويتش كده. اوه دارلينج قال لها ايه بقى؟ لا انا ماليش في الضفدعه اكيد يعني، بس فهي اتأثرت بقى. المشكلة لما اجيب حاجة حزينة اقعد اضحك عليها، ولما اجيب حاجة مضحكة يعني غلس غلس جدا يعني. بتحاول يعني تتخطى مرحلة دارلينج وتشوف حاجة تانية غير دارلينج، بس مش قادرة يا عيني. وفي كلبشات في ايديها تقيدت يعني بعد دارلينج ما مشي، فيعني بس اكيد هتقوم يعني، كل الناس بتنساها. اعتقد دي اخر حاجة. دلوقتي برضو من الشمال لليمين، 1 2 3. ايه حكاية بقى الراجل ده؟ كان واقف مهندم تماما عادي جدا ما عندوش اي مشكلة، فجأة هي جت ومشيت، فجأة هي رجعت تاني، فهو اتجنن. هو واضح ان هو في غيابها حاله افضل، فيقول ايه بقى؟ يقتلني انني بعدما انتظمت في غيابك ما زال حضورك يراودني عن نفسي فأتبعثر. يعني باسترجاع فكرة ان انا غلس، انا مخلصتش ولا حاجة، لسه في فيديو هنشوفه هيلخص بقى الفكرة دي كلها. يعني فيديو نقدر نقول ان هو شرارة لعمل حاجة مع بعض، انا مش هسيبكم يعني. في فيديو هيتعمل ان شاء الله كلنا هنبقى مشتركين فيه، من فكره جمع الصور مع الكتابه. كل واحد عنده فكره هيقدمها في الورك شوب اللي هنشتغل فيه كمان شويه، ونبدا نشتغل عليها. اللي نقدر نخلصه في ساعتها هنخلصه، اللي نقدر نخلصه بعد كده نخلصه. لكن الفيديو الجاي ده، لان الموضوع واسع قوي، فلازم الواحد يقيد نفسه بحاجه. لما يكون الموضوع كبير كده لازم يقيد نفسه بحاجه عشان ينجز، يحس بانجاز ويحس ان هو فهم، يبتدي يخش في حاجه ثانيه. فاحنا هنقيد نفسنا في فيديو كده جميل، او مش جميل بس هنقيد نفسنا فيه برده، و هنزود عليه فكرة. مش هقول ايه هو فكرته، فكرته هتوضح في الاخر. مجموعة صور عليها كتابة، في حاجة مشتركة بينهم. لابتوب بعيد قوي، احرمكم مني شوية بقى. مش كل الكلام كلامي بالمناسبة، بس كل التصوير تصوير. يهمني
ملوش عنوان. بس خلاص.